لكم يا جماعه حلقه جديده من لف ودو كالعاده. جبنا قوتنا الجميله وتعالوا نشوف هناكل ايه النهارده. طلعت النهارده هتبقى حاجه رايقه شرقي كده. هنروح مطعم اسمه حمام عبده، فتح في التجمع بقاله فتره، وهو اصلا من السعوديه، فتح في الرياض اعتقد، وفتح فرع جديد في الشيخ زايد على وسط دهشور. فتعال بقى نلف لفه عندهم ونشوف الحمام بتاعهم جامد فعلا، وباقي المشويات برده ولا الكلام على ايه. ما تيجوا ندوق. طب يا جماعه احنا وصلنا المكان اهو، المكان على وسط دهشور في سيتي ووك عند مدخل زايد 5. تعال بص بص في المنيو ونشوف هنطلب ايه. المنيو بتاعهم كبير قوي، وش وظهر كمان. فنبدا الاول بالشوربه. جبت حاجه اسمها شوربه الحاج عبده، دي ميكس بين الكوارع والعكاوي، ربنا يستر. وفي السلطات جبت واحده طحينه، وطبعا البنجر حبيبنا، وسلطه اسمها راهب، دي شبه بابا غنوج ولكن سبايسي شويه. وفي الطواجن جبنا واحد ملوخيه بيقولوا حلو عندهم. وفي الجزء المحمر اللي جاي له اساسا جبت واحد حمام محشي فريك عشان بيحب فريك اكتر. ندخل بقى المشاوي، فجبت تلت ريش. وفي المشويات برده جبت 2 فرد سمان مشوي. بس كده طلبنا الاوردر، نستنى بقى عشان ايه، جعان جدا ومتحمس جدا كالعاده. يلا بينا. طب يا جماعه الاكل بدا يوصل اهو. اول حاجه وصلت الشوربه والسلطات. ده العيش شكله لذيذ مع السلطات، دي سلطه الراهب مع سلطه الطحينه والبنجر حبيبنا طبعا، ودي شوربه الحاج عبده. وعجبني شكل الطبق هنا والديكورات عامه، لذيذ قوي. نبدا الاول بالسلطات. البنجر جامد جدا، مسكر كده، خطيره يا جماعه، يعني عايز ختم جوده لوحده الحقيقه. عايز ادوق سلطه الراهب دي، دوقها لوحدها الاول. دي شبه بابا غنوج ولكن سبايسي شويه المفروض، ومن غير طحينه. حلو قوي، طعم الباذنجان باين فيها اكتر، وطعم الشوي فيه حلو، بدايه قويه. ندوق بقى الطحينه بالعيش بتاعهم ده. والعيش ده بيتعمل عندهم، بيتخبز عندهم، فدي حاجه حلوه. والطحينه رايقه، فلغايه دلوقتي انا مستمتع. نخش بقى ايه على التقيل. ندخل بقى على ايه، شوربه الحاج عبده. دي عباره عن كوارع مع عكاوي، متحمس لها جدا. تمنها 89 جنيه، فيها عكاوي وفيها كوارع وشكلها نظيفه. ندوق اول حته من الكوارع. الكوارع نظيفه جدا جدا، وفيها ايه، عكاوي. دي حته عكوه صغيره كده جوه الشوربه، عالميه يا جماعه، ميكس خطير صراحه. الشوربه دي فيها ميكس خطير. لا دي بالنسبه لي اختراع، مش محتاجه ليمون ولا اي حاجه، ولكن نزود عصره ليمون كده. انا بحب الكوارع اوريدي وبحب العكاوي، فالميكس مع بعضه خطير. كتقييم نديلها كام من 10؟ مش خساره فيها اول ختمه جوده. نزل لي بيه هنا كده، ايوه خطيره، بدايه قويه. ونخش على بعض. في هنا ايه، رغيف عيش عملاق نزل لنا، حاجه اسمها عيش تركي، تيجي على ايه، ثبت العيش المصري بتاعنا ده. نفتحه وندوق كده. ريحته من جوه خطيره. لا اختراع لذيذ وخفيف كده، عليه سمسم وحبه بركه. دوق العيش التركي ده مع الطحينه، حلو قوي. خليها على جنب كده ونخش على بعضه. في حاجه عجباني هنا، ديكورات المكان حلو قوي، سواء الاندور او الاوت دور اللي بره ده، والمكان بشكل عام نظيف يعني. وايه الملوخيه وصلت يا جماعه اهو، نبدا شوم الملوخيه. ايوه ده كلام كبير قوي يا جماعه، كلام كبير قوي. طب يا جماعه دخلنا في الجد، المشويات وصلت اهو. دول الاثنين فرد سمان مشوي، الملوخيه الرهيبه والحمايه المحمره مع الريش. نبدا بيه الاول، احتراما للملوخيه نبدا بيها. بس ده طاجن ملوخيه 49 جنيه، شكله بيتكلم، فتعالوا ندوق نشوف. ندوق الاول لوحدها كده، حلوه قوي 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 طبعا، ككميه رهيبه. ندوقها ايه مع العيش ده، ودن قطه كده. تقطيعة الورقه او التخريطه مظبوطه، التلاقيه موجوده ولكن مش اوفر. لا دي خطيره، تكسب يعني، سعر وطعم وكميه مش خساره فيها. تاني ختم جوده، نزل لي بيه هنا كده، ايوه عند الدفايه دي كده، جامده جدا. نخليها على جنب كده ايه، ونخش على بعض. ندخل بقى على ايه، الحاجه اللي احنا جايين لها النهارده اصلا، الحمام المحشي الفريك. تمن الحمامه دي 88 جنيه، ده شكلها كده محمره على الاخر، متفائل بيها قوي. تعالوا ندوق ونشوف الكلام على ايه. ناكلها منين بقى؟ ناخد اول قطمه. اوه متحمره حلوه قوي، الفريك بجد حلو، البهارات اللي فيه عجباني قوي، حاسس ان في حاجه مختلفه بس عجباني. ندوق ورك الحمامه الصغير ده، لا حلوه قوي قوي قوي، منبهر باداء الاكل كله لغايه دلوقتي، والحمام بجد حلو. ندوق فريك لوحده كده، وكتقييم يعني نديلها مش اقل من 9.5 من 10. ونخش على بعضه، ناخد بريك من الطيور ونخش على الريش. ده ربع ريش ضاني ب 155 جنيه، انا عاشق للريش يا جماعه، فاتمنى تعجبني. مم.
دي رياش ضاني، ولكن طعم الضاني مش هيضايقك خالص خالص. تدوها مع الطحينه. لا الرياش عالميه يا جماعه. عايز ادوقها مع سلطه الراهب دي. انا بحب الرياش جدا، ودي مكيفاني صراحه، يعني دي تستاهل تالت ختم جوده زي اللي بيجينا كده. ايوه نرجع للناحيه دي 10 من 10. ونخش على بعض، نرجع بقى للطيور. هنخش على حاجه برده بحبها جدا، الا وهي ايه؟ السمان المشوي. دول اتنين فرد سمان مشوي ب 134 جنيه، شكله مشهي جدا، فتعالوا ندوق نشوف بيقول ايه. نبلع بس معلقات ملوخيه كده، ندخل على السمان بقى، نبدا بالورك اللذيذ ده. مبدئين السمانه مش صغيره، يعني ده حجم السمانه كده، وانا عاشق للسمان. ناخد حته لحمه حلوه كده مع شويه طحينه. السمان حلو قوي، ما فيهوش اي زفاره، مستمتع بيه قوي. التعليل الوحيد بس اللي ممكن طعم الشوي يزيد فيه شويه، ولكن كتقييم نديله مش اقل من 9 من 10. حلو قوي، شويه بنجر كده عالمي يا جماعه. بقوا ميه كده عشان ايه ما يغماش علينا. حدقنا كتير، نحل شويه بقى. ده طبق كنافه قشطه رايق كده، ومعايا شاي تركي، متحمس له جدا بصراحه. ايوه نزل لي يا باشا بالشربات بس، لا كفايه كده عشان الدايت بس. ايوه ده طبق كنافه بالقشطه 88 جنيه، حجمه حلو قوي، شكل الكنافه ولونها خطيره يا جماعه. تعالوا ندوق ونشوف. ومعايا براد الشاي التركي ده، حاجه ايه اخر روقان. الناس طلعوا ذوق بصراحه وعزمونا على الكنافه. انا بحب الكنافه بالقشطه جدا، فمتحمس لها قوي. طعم القشطه رهيب، ده شكلها من جوه كده. القشطه اللي فيها اديلها 1000 من 10 مع كوبايه شاي تركي رايقه كده. أكادوا من فرط الجمال. شاي تقيل وفعلا بيفكرني بطعم الشاي اللي في تركيا. دي احلى تحليه بعد كل الضرب ده. طبعا بعد الضرب ده كله محتاجين ايه؟ كولا زيرو نريح بيها ضميرنا بس، مع تلج رايق كده. هلا نخلص بقى اكل هنا ونلخص جوبا في عربيه. طب يا جماعه نختصر التجربه، اول تعليق على المكان ان المطعم نظيف جدا، وجو المكان وديكوراته حلو قوي، من اول الترابيزات الاطباق للمكان بشكل عام، والاستاف تعاملهم ذوق جدا بشكل عام. بس تبقى تجربه بغض النظر عن الاكل. بالنسبه للاكل بالنسبه لي مستواه حلو جدا، والمكونات اللي بيستعملوها نظيفه، فاكيد هاجي المكان تاني سواء عشان الحمام او المشويات، وارشحه لكم جدا. زي ما قلت لكم المطعم اساسا فتح في السعوديه وفتح في مصر فرعين في التجمع والشيخ زايد. وقولوا في الكومنتات رايكم لو كنتوا جربتوه، وايه الاماكن التانية اللي حابين نجربها الفتره الجايه، سواء مطاعم حمام او مشاوي واكل شرقي بشكل عام. بس كده، يا رب يكون فيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك شير سبسكرايب. كنت معاكم مهندم مصري لف ودوق، اشوفكم الحلقه الجايه.